والله العظيم ما حصل، والله ما حصل. اليوم ده انا كنت هقتل عدنان، كنت هقتله بايدي. اخدت مقابل مادي مع الفيديوهات دي؟ لا، مع ان دياب بيقول ان كنت اتفقت على فلوس. هو ده صحيح، بس ما تمش الاتفاق بسبب اللي حصل. وبيقول كمان انه جاب لك هدايا. يا فندم دي حاجه مالهاش علاقه بالشغل اللي بينا. انت ليه حضرتك مش عايز تصدقنا؟ صدقني ارجوك. وبعدين انا لو كنت زي ما سعادتك فاهم ان انا متهم وجاي هنا، انا كنت ممكن اعيش هناك واعمل الفلوس اللي انا عايزها واديها هي كمان الفلوس اللي هي عايزاها. هي دي الحقيقه، والله العظيم هي دي الحقيقه صدقني. انا دوري مش ان اصدقك ولا اكذبك، انا دوري ان اوصل للحقيقه. هي دي الحقيقه، والله العظيم هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. واد يا نحل، انت يا ولد. انا يا ست ام دياب. كلمت لي رايق يا ولا؟ يا ستي والله كلمته، قال لي ان سيدي وراح الشغل. الشغل ايه يا ولا اللي راح؟ ده انا ابني من ساعه ما رجع من بره ما راحش الشغل ده. بقول لك ايه، انت ورايق بان عليكوا كدابين. وهيكدب عليك ليه بس يا ست ام دياب؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر، ده اللي قلقني اكتر. طب ممكن بقى تسيبيني عشان ورايا حاجات، عايز اقفل اللي ورايا. مالك يا رايق، شكلك مش متظبط زي ما تكون عامل عامله. عامله؟ عامله ايه يا عم ياسين بس اللي بتقوله ده؟ يعني انت يا رايق ما قابلتش يوسف اليومين اللي فاتوا دول وعملت معاه حاجه؟ شقاوه يعني؟ شقاوتي ايه يا ابو دنيا؟ ما كله على ايديكم، احنا بقالنا فتره ماشيين جنب الحيط. ويوسف ممسوك في ايه يا رايق؟ معلش عرفني. ولا اعرف قطاع زي النسوان مش عارف اعمل له حاجه. هتلاقي عيل سوا من ايام زمان ليه حق عند يوسف. انا مش عارف البلاوي اللي عماله تحدف علينا دي. قلنا نبطل الشمال ونمشي في اليمين. لا الشمال نافع ولا اليمين عاجب، هنعمل ايه تاني يا جدعان؟ ايوه. بس مش ده برضه الرايق بتاع كل يوم. القصة قد مش قصة يوسف. عندك حق. هي مش قصة يوسف بس. ما ترمي يا ابني. ارمي خلينا نشيل معاك. ارمي ايه وادوشكوا ليه بس؟ أقول لك يوسف اللي مرمي مش عارف اطلعه من الزفت اللي هو فيه ازاي؟ ولا دياب اللي سابني عك لوحدي ومشي؟ ولا العيال بتاعت أبويا اللي مرمية جوه المخزن؟ ولا سيكا اللي قاعد في البيت مش عارف الضربه تجيله منين؟ هقول ايه ولا ايه بس؟ يا ابني انت مالك مكركبه على دماغك كده ليه؟ ما كل مشكله وليها حلال. يوسف ومنه هيطلع ودي بتلاقيه بيقعد في اي حته ما انت عارفه. مش هيتبقى بقى غير مشكله سيكا. اسمع بقى رايق واشتري مني يا ابني. ماشي يا عم ياسين. بيع لي. بيع وريحني. انا قلبي مش مطمن وبيقول ان ابني فيه حاجه. ما دام الواد الرايق كده بكده يبقى اكيد عامل مصيبه ومخبيها علينا. سيكا فين؟ ما هو لو كرستني على الحوار من الاول كنت عرفت راسي من رجلي، بس هو قدامك اهو، ما تساله كده ما قاليش ليه؟ ما قلت لك يا ميمي، عالم لبط بس على مستوى عالي، اقول لك ايه اكتر من كده؟ يعني ايه؟ هيدخلوا لنا بجيش ولا ايه؟ حتى لو دخلوا بجيش، على الحرام نقلب عطوره وندفنهم جواها. لا لا يا مين، الكلام اللي بيقوله لك عم ياسين ده هو الصح. سيكا يغير قعدته ويبقى في الامان. ما البيت امانه ابو دنيا، ايه القهوه بس اللي عوق شويه، مش هنقعد نسال كل واحد انت رايح فين وجاي منين. حلو قوي، اديك جبت الخلاصه. اسمع ده سيكا. تجيب شنطتك وحالك ومحتلك وتيجي على المطرح عندي. تيجي مطرح فين يا عم ياسين؟ ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش يا عم ياسين؟ مش عايزين يتقل علينا. تتقل على مين يا ده يا وسخ؟ عيب الكلام ده. اسمع الكلام ده سيكا. يدوم العز يا عم ياسين. بس اسمع، اللي اوله شرط اخره نور. اوعى تكون بتشخر وانت نايم ثلاثة بالله العظيم ابعتك لاخوك تاني. ده بس في نظر على الموضوع ده يا عم ياسين. يبقى بتشخر. ده زمارة قطر يا ابو دنيا. ماشي يا عم مين؟ مش هرد لاخوك. خد سلك سلك. ايوه يا رايق، في واحد هنا مستنيك بيقول ان اسمه ابو يحيى. انت بتقولي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا احنا كويسين مستنيينك. طب فين يا سماح؟ انا جاي. في يا رايق؟ مش قلت لك هنقلبها طرب وندفنهم جواها يا عم ياسين؟ بينا يا رجاله. خليك هنا يا سيكا. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا يا عم ياسين.
تحت ايدينا احنا. جري يا ابو يحيى، علموك تدخل على البيوت ورجلتها مش موجوده ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل رجاله ولا شغل نسوان؟ البيوت لها حرمه يا ابو يحيى، جاي تكلم الرجاله اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعولك في ام الحته دي كلها باللي فيها. ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخلني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحيط. انا لبسته في الحيط؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه واحطه في اي حته، بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا؟ طبعا غلطان، كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يا رقبوب. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. انا ليا عند اخوك لابتوب وشويه فلوس عايزه، واذا كان على اخوك والله ان قلبه ابيض اسامحه. فين اللابتوب والحاجه؟ اللابتوب هيجيلك، انما الفلوس دي بقى اعتبرها هديه دخلت علينا بيها، هديه كبيره تليق بمقامك. كده مالكش اي حاجه عندي. في حد شاف اللابتوب ده يا سيكا؟ لا. طب بس انا عايز افكرك، لو في اي حاجه حصلت انت المسؤول قدامي. جري يا ابو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي، وانت راجل طيب مش هوصيك بقى، عايزك تفهمه وتعقله انه ما يعملش كده تاني مع ابو يحيى. ما قال لك خلص الكلام؟ حقك معاك، انا بقى اللي بوصيك لما تشوف سيكا تاني بخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع، اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش هتعرف تخرج منها وهم صاحيين.